بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحب في الله والبغض في الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو كما علمتم الحب في الله والبغض في الله وأثرهما على الأفراد والجماعات. مما لا شك فيه أن كل إنسان يحب ويبغض، لا أحد يخلو من حب أشياء وبغض أشياء، وهذا من أعمال القلوب. كون الإنسان يحب ويبغض هذا شيء جبل الله عليه الخلق، ويتعلق بهذا الحب وهذا البغض يترتب عليه آثار يثاب الإنسان على هذا الحب أو البغض إذا كان على الوجه المشروع، ويعاقب عليه إذا كان على غير الوجه المشروع. وأعظم الحب وأساسه حب الله تعالى الذي هو أصل العبادة، فإن العبادة مبنية على الحب، على حب الله سبحانه وتعالى، حبه والذل له والخضوع له سبحانه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فحب الله تعالى هو أساس العبادة والدافع لها، مع الذل له والخضوع له وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا يقول، يعرف العلماء العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فكل أنواع العبادة من صلاة وصيام وحج وجهاد وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كله دائر على حب الله سبحانه وتعالى. لأن من أحب الله فإنه يبذل في سبيله كل غال ورخيص، يبذل نفسه. ولهذا المؤمن يجاهد في سبيل الله، يلقى عدوه ويقتتل مع العدو ويصاب بالجراح أو القتل وهو مغتبط بذلك، لأنه يحب الله سبحانه وتعالى فيبذل في سبيله كل ما يملك. ولهذا ينفق الأموال، مع أن الأموال من أحب الأشياء إلى النفس، لكنها ترخص في طاعة الله، لأنه يحب الله أكثر من محبة المال، فيقدم ماله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو يقدم أعظم ما يحب، يقدم نفسه في سبيل الله،
الجهاد في سبيله ولقاء العدو والقتل والضرب والجراحة والتعب، لكنه يستحلي ذلك ويستسهل ذلك لأنه في سبيل تحصيل مقصود أعظم، وهو محبة الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله هي أساس عبادته سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يحبون الله أكثر من كل شيء، لا يقدمون على محبة الله شيئا، لا يقدمون على محبة الله شيئا، ولذلك يبحثون عما يرضي الله، لأن من أحب أحدا سعى في مرضاته وابتعد عما يكرهه. فالمؤمنون يحبون الله فهم يبحثون عما يرضي الله سبحانه وتعالى ويبتعدون عما يسخط الله، لأنه لا يليق بمن يحب الله أن يعصيه، كما أن هذا لا يليق في حقوق الخلق بعضهم مع بعض. فإذا أحببت شخصا فإنك لا تعمل ما يسخطه أو يجرح شعوره أو يكدر باله، لأنك تحبه، هذا في المخلوق مع المخلوق، فكيف بالمخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى؟ فالذي يعصي الله هذا دليل على أحد أمرين، إما أنه لا يحب الله أصلا، وإما أنه يحب الله محبة ناقصة. ولهذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا لما ادعى اليهود أنهم يحبون الله قالوا إننا نحب الله، امتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالمسألة ما هي مسألة دعوة، وإلا كان كل يدعي، ولكن المسألة مسألة حقيقة ومسألة صدق، فمن ادعى شيئا فليقدم الشاهد والدليل على صدقه. فمن ادعى محبة الله فإنه يسعى في طاعة الله، والله تعالى قد أرسل هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه ومبينا لما يحبه الله وما يكرهه الله ويبغضه الله. فالذي يحب الله محبة صحيحة يتبع هذا الرسول، من كان صادقا في محبته لله فليتبع هذا الرسول. فعلامة محبة الله، الله جل وعلا ذكر في هذه الآية علامة محبة الله وذكر ثمرتها، أما علامتها فهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله ولا يأمر إلا بما يحبه الله ولا ينهى إلا عما يكرهه الله. فالذي يحب الله صادقا يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فعلامة محبة الله طاعة رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. هذه علامة فارقة لا يمكن لأحد أن يغالط فيها، وهي امتحان يمتحن به مدعي المحبة، فتوزن أعماله وأقواله وتصرفاته على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ف
فإن كانت موافقة لما جاء به الرسول هذا دليل على صدق محبته لله، وإن كانت مخالفة لما جاء به الرسول فهذا دليل على كذب محبته لله عز وجل أو على نقصانها بحسب المخالفة، هذه علامة محبة الله. أما ثمرتها فقد بينها بقوله سبحانه يحببكم الله، فمن ثمرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد ينال محبة الله له، فالله يحبه، فمن أحب الله واتبع رسوله أحبه الله، وهذه هي السعادة، أن يحبك الله عز وجل، السعادة الكاملة. إذا نلت هذه المرتبة وهي أن الله يحبك فقد ربحت الدنيا والآخرة. يحببكم الله، وهذه مرتبة عظيمة ومنقبة عظيمة ينالها من صدق في محبة الله وأقام الدليل على ذلك باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال المفسرون هذه الآية تنطبق على أبي بكر وأصحابه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الثمرة الأولى وهي أن ينال محبة الله له، وهذا أعظم منال وأرفع منزلة. والثمرة الثانية يغفر لكم ذنوبكم، إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يغفر لك ذنوبك التي تصدر منك، فإن الإنسان خطأ وكثير المخالفة بحكم نفسه وحكم منازعة الشياطين له وغير ذلك تكثر منه الذنوب، لكن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يغفر له ذنوبه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، أمر بطاعة الله وطاعة رسوله اللتين هما أصدق الأدلة على محبة الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا يعني فإن أعرضتم عن طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين، فالذي لا يطيع الرسول يبغضه الله عز وجل. فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فإن الله لا يحب الكافرين، وهذا هو شأن اليهود ومن حذى حذوهم. فإن اليهود استكبروا عن طاعة الله واستكبروا عن طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم في قرارة نفوسهم أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر والحسد عن اتباعه صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته في الظاهر وهم يستيقنونها في الباطن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم،
وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذه محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليلها، وهذه ثمراتها. من علامة محبة الله وصدق محبة الله في قلب العبد أن لا يقدم شيئا على ما يحبه الله، أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذا من أعظم علامات محبة الله بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصادق في محبته لله يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، أما الذي يعكس الأمر فيقدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله فهذا دليل على كذبه في محبته لله، وإنما يحب شهواته ولا يحب الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معلوم أن الإنسان يحب أباه ويحب والديه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب عشيرته التي هي قبيلته ويحب بلده، وهو لا يلام على محبة هذه الأشياء، وهذه تسمى محبة طبيعة ليست محبة عبادة. هذه محبة طبيعية خلقها الله للنفوس لمصالح، هو لا يلام على أنه يحب هذه الأشياء لأن هذه من مصالحه، لكنه يلام إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء الثمانية، أشياء ثمانية ذكرها الله في هذه الآية، الناس يحبونها بفطرتهم ولا يلامون على أصل محبتها لأنها من منافعهم ومصالحهم وعواطفهم، لا يلامون على محبتها، ولكنهم يلامون إذا قدموها على محبة الله سبحانه وتعالى. أحب إليكم، قال أحب إليكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. فالذي يلام أن يجعل هذه الأشياء، من يجعل هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. تهددهم الله بقوله فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم من العقاب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فهذا من الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الفسق في الأصل الخروج عن الشيء، والفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله، سواء كان فسقا أكبر وهو الكفر أو فسقا أصغر وهو ما دون ذلك. فإذا كان الإنسان يشح ببلده ولا يهاجر في سبيل الله، إذا كان بلده بلاد كفر ولا يخرج ولا يهاجر في سبيل الله إلى بلاد الإسلام، فهذا دليل على أنه يحب وطنه أكثر مما يحب الله عز وجل. والذي يحب ماله، الذي يحب ماله وتحمله محبته له على أن يمنع حقوق الله فيه من زكاة وواجبات ونفقات مشروعة واجبة أو مستحبة، الذي يقدم محبة المال على محبة الله فلا ينفق مما آتاه الله، هذا يتربص حتى يأتي الله بأمره، يكون مع المتربصين المنتظرين لعقاب الله سبحانه وتعالى.
الذي يحب أولاده أكثر من محبة الله، بحيث إنه يراهم على المعاصي وعلى ترك الصلاة والمخالفات، ولا ينكر عليهم ولا يؤدبهم، هذا دليل على أنه قدم محبتهم على محبة الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان يحب الله عز وجل لقام على أولاده في الله وجاهدهم في الله حق جهاده ورباهم على طاعة الله عز وجل. أو كذلك عنده أولاد كفرة أو فسقة كبار رجال يتركهم ويسكن معهم وهو يقدر على فراقهم ويقدر على الابتعاد عنهم، لكنه يسكن إليهم ويطمئن معهم ويؤاكلهم ويشاربهم وهم على الكفر بالله أو على معصية الله ولا يفارقهم، هذا يكون مقدما لمحبة أولاده على محبة الله، فليتربص حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد لا بد من وقوعه إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمعتم في الآية التي تلاها الإمام وفقه الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولو كانوا آباءهم، بدأ بالأصول، أصول الإنسان، وثنى بالفروع أو أبناءهم أو إخوانهم الحواشي أو عشيرتهم من باقي الأسرة أو القبيلة. فالذين يحبون الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به إيمانا صادقا لا يقدمون على محبة الله شيئا. فإذا كان آباؤهم وأبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم على أمر يسخط الله فإنهم لا يحابون معهم، يقدمون محبة الله عز وجل. صحيح أن الإنسان يحب هؤلاء بحكم العاطفة الإنسانية وبحكم القرابة، ولكن إذا حملته محبته لهم على أن يداهن في أمر الله وأن يتساهل في أمر الله وأن يقرهم على الباطل، فهذا دليل على أنه لا يحب الله، إما لا يحبه أصلا وإما أنه يحبه محبة ناقصة، وأن محبته لهذه الأشياء أكثر من محبته لله عز وجل. لأنه لو كان العكس، لو كانت محبة الله أكثر من محبته لهؤلاء لظهر ذلك من تصرفاته معهم. وكثير من الناس اليوم مع الأسف ابتلوا بهذه المصيبة، تجد أولادهم أو آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم على المحادة لله سبحانه وتعالى، ولكنهم يداهنون معهم ويتساهلون معهم ولا يقومون نحوهم بواجب النصيحة وبواجب الإنكار أو في النهاية بواجب الهجر والابتعاد إذا لم تجد النصائح ولم تجد الوسائل الأخرى. تجد أن أكثر الأسر والبيوت تجدها على هذا النمط، فيها الصالح والطالح، فيها المؤمن والكافر، فيها المستقيم وفيها العاصي، ولا تجد هناك فوارق. ما تجد الصالح ينكر على غير الصالح
ولا تجد المستقيم ينكر على العاصي بحسب حاله ومقدرته، بل تجد المداهنة وتجد التساهل العظيم وتجد الموافقة التامة وتجد الانسجام والمحبة والمودة بينهم ما كأن شيئا حصل. أين محبة الله عز وجل؟ أعتقد لو أن أباك الذي هو أقرب الناس إليك، أو ابنك الذي هو جزء منك، أو أخوك الذي هو عضدك، أعتقد أن لو أن واحدا منهم أساء إليك في مالك، أخذ شيئا من مالك، أنك لا ترضى ولا تداهن ولا تتساهل في هذا الأمر، بل تطالب وتطالب وتقيم الدنيا وتقعدها، وإذا عجزت عن استيفاء حقك فإنك تغضب عليه وتهجره غضبا للمال والمادة. أما ما كان في جانب الله سبحانه وتعالى وما كان حقا لله فإنك تتساهل فيه وتتسامح، لأن محبة الله في قلبك محبة ضئيلة تغمرها محبة هذه الأمور المادية، وهذا خطر عظيم وقع فيه الأكثر من الناس اليوم. فأين محبة الله كما ينبغي الذي يحب الله سبحانه وتعالى يبرهن على صدق محبته بالبرهان الصحيح، فلا يقدم على محبة الله شيئا من الأشياء، لا من الأقارب ولا من الأموال ولا من الأزواج ولا من المواطن ولا من البلدان. المهاجرون الأولون من الصحابة تركوا أعز شيء لديهم وهو موطنهم مكة المشرفة، أشرف بقاع الدنيا وأحب بقاع الدنيا، لكن لما كان أهلها على الكفر بالله سبحانه وتعالى خرجوا منها وهاجروا، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لما خرج من مكة مهاجرا وقف وقال والله إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وكذلك صحابته الكرام تركوا موطنهم وتركوا مكة المشرفة وهي أشرف البقاع لما كانت بلاد كفر في ذاك الوقت، وكانوا لا يقدرون على إظهار محبة الله سبحانه وتعالى وعلى إظهار دينهم، فأثنى الله تعالى عليهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما خرجوا من مكة طلبا للدنيا، يعني قالوا إن البلاد الأخرى التجارة فيها أكثر أو المعيشة فيها أحسن أو المساكن فيها أحسن وأوسع، بل على العكس تركوا أموالهم وتركوا أولادهم وتركوا وطنهم. لماذا؟ لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فلا يبقون في مكان لا يقدرون على إظهار محبة الله وطاعته سبحانه وتعالى. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأثنى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار، يعني دار الهجرة
المدينة المنورة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، والمهاجرون أحباب الله، فهم يحبون أحباب الله، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من الفضائل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من محبة الله سبحانه وتعالى. الواحد منهم إذا كان جائعا، إذا كان جائعا ورأى أخاه المهاجر أو أخاه المسلم رآه بحاجة، قدم حاجة أخيه على حاجته، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بهم جوع وحاجة. لماذا؟ لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، ويحبون أحباب الله عز وجل، فيقدمونهم على أنفسهم. ومن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ أعلى مراتب الإيمان، ونال أعلى محبة لله ولرسوله. وهذا هو الولاء الصحيح والإيمان الصحيح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر أنه في غزوة اليرموك، غزوة اليرموك التي وقعت بين المسلمين والروم بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، استشهد جماعة من الصحابة، سقطوا على الأرض جرحى وهم في سكرات الموت، واحتاجوا إلى ماء، طلبوا ماء يشربونه وهم في هذه الحالة، فجيء لهم بالماء، جاء لأولهم بالماء، فلما نظر إلى أخيه الجريح الثاني وجده يطلب الماء، فدفع الماء إليه، ثم لما وصل الماء إلى الثاني ونظر وجد نظر إلى أخيه الثالث وإذا هو يطلب الماء، فأمر بدفعه إليه، ولما وصل إلى الثالث نظر إلى الرابع وجده يطلب الماء فأمر بدفع الماء إليه وقدمه على نفسه، فلما وصل الماء إلى الأخير وجده قد توفي، ثم رجع إلى الأولين فوجدهم قد توفوا. هذا الإيثار على النفس. والسبب ما هو؟ يعني إنسان جريح في حالة الموت، النزع الأخير، يحتاج إلى شربة ماء يطفئ بها شدة الحرارة التي يقاسيها، ومع هذا يؤثر أخاه على نفسه، بسبب ماذا؟ بسبب المحبة في الله سبحانه وتعالى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون من أنفس أموالكم التي تحبونها من شغاف قلوبكم، لكن تحبون الله أشد فتقدمونها في محبة الله سبحانه وتعالى. هذا علامة المحبة الصحيحة، وهذه علامات الإيمان الصادق. فمن أحب الله عز وجل أحب ما يحبه الله، أحب ما يحبه الله. والله جل وعلا يحب المؤمنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين. فالذي يحب الله عز وجل يحب هؤلاء، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين، لأنهم أحباب الله سبحانه وتعالى. لا يحبهم لطمع من مطامع الدنيا، أو يحبهم من أجل قرابة فقط،
أو من أجل صداقة، بل يحبهم لله، حتى ولو كان لا يعرفهم، حتى ولو كان لا يربط بينه وبينهم صلة أو قرابة أو بلد، فالمؤمنون يتحابون في أقطار الأرض على غير أنساب بينهم. المؤمن يحب المؤمن في أي بلد كان، وفي أي بقعة كان، وفي أي زمان كان، وآخر المؤمنين يحب أولهم في أول الخليقة. آخر المؤمنين في الدنيا يحب أول المؤمنين في الدنيا. المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمحبة لا تقتصر على المؤمنين الأحياء، بل نحب، يجب أن نحب كل المؤمنين الأموات من أول الخليقة، من آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة، كلهم إخواننا، نحبهم ونثني عليهم ونترحم عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يحب الله عز وجل يحب ما يحبه الله، والله جل وعلا يحب المؤمنين، وفي مقدمة المؤمنين الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل من الملائكة والرسل من البشر. فالمؤمن يحب الملائكة لأنهم عباد الله عز وجل، عباد مكرمون، ويحب كل مؤمن على وجه الأرض حيا أو ميتا. وفي مقدمة المؤمنين رسل الله عز وجل، يحبهم أشد المحبة بعد محبة الله، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم نحبهم في الله عز وجل من أولهم إلى آخرهم. ونحب المؤمنين من أتباعهم، كل مؤمن متقدم أو متأخر فإننا نحبه في الله عز وجل حيا كان أو ميتا. وبعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه المهاجرين والأنصار، نحبهم في الله عز وجل أشد مما نحب أولادنا وآباءنا وأمهاتنا. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، لأنهم أفضل القرون، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم إيمان وبغضهم نفاق. فمحبة الصحابة دليل على الإيمان. إذا كان الإنسان يجد من نفسه ويجد في قلبه حنين إلى أصحاب رسول الله، وإذا ذكر أحد منهم يجد في قلبه حركة إليه بالمحبة، فهذا دليل على إيمانه. ولا سيما الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بقية الصحابة أجمعين محبتهم دليل على الإيمان، وبغضهم نفاق وكفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني أن الله وصفهم بالتوراة بهذه الصفات. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار يدل على أن من أبغض الصحابة أنه كافر، لا يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا من فيه كفر ونفاق.
أما الذي يحبهم فهذا دليل على إيمانه، لأنه لم يحبهم من أجل مال أعطوه إياه أو طمع أسدوه إليه من مطامع الدنيا، وإنما يحبهم لأنهم أولياء الله ولأنهم أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم. وكذلك محبة المؤمنين بعد الصحابة، بعد الصحابة محبة المؤمنين سابقهم ولاحقهم إلى يوم القيامة. فالمؤمن يحب المؤمنين ويتعلق قلبه بهم ويكون مع المؤمنين في أقواله وفي أفعاله وفي قلبه وفي جسمه، في قلبه وقالبه يكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يكون مع الصادقين بنيته وقلبه، ويكون مع الصادقين بجسمه إذا أمكن، فيكون مساكنا لهم ومجاورا لهم، ويكون مع الصادقين بإيمانه وعقيدته وسائر تصرفاته، يكون مع الصادقين. وجاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، بأن لا تحب أحدا إلا في الله عز وجل، ما تحبه من أجل طمع دنيوي أو معروف أسداه إليك. نعم هذا يحب، لكنه محبة ثانوية، أما المحبة الأصيلة فهي محبة الإيمان. حتى ولو لم يسد إليك شيئا فأنت تحبه لإيمانه وتقواه، تحبه، وهذا أشد. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة ما لها شبيه، حلاوة لذة ما لها شبيه، حلاوة الإيمان ما لها شبيه أبدا، لذة ليس بعدها لذة. وجد حلاوة الإيمان، ما هي الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى وهي الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في استطاعة كل شخص أن يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن ما هو الكلام عند الدعوة والقول، الكلام عند البرهان. إذا كان يحب الله ورسوله فليستقم على طاعة الله ورسوله. فليس المقصود من الإنسان أنه يقول الله أنا أحب الله ورسوله، ما يكفي هذا، يقيم البرهان والعلامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب المؤمن محبة خالصة لله، ليس من أجل طمع دنيوي، ليس من أجل أنه أوصل إليك نفعا من منافع الدنيا، ولا علاقة بينك وبينه، لا بقرابة ولا بصداقة، وإنما تجد في نفسك محبة له لأنه يؤمن بالله ورسوله، دافع في القلب تجده من نفسك، تجد في قلبك ميول إلى أهل الخير، إلى أهل العلم، إلى أهل الدين. إذا وجدت في قلبك هذا فأبشر، إذا وجدت في قلبك ميول إلى أهل الخير وإلى أهل الدين وإلى أهل العلم فأبشر، هذه علامة، علامة على الإيمان. أما إذا وجدت من نفسك نفور وكراهية لأهل الخير
فهذه علامة شر. وإن كنت تقول بلسانك أنا أحب أهل الخير ما ينفع القول. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أنجاك الله من الكفر بالإيمان بالله ورسوله، فأنت تكره الرجوع إليه مرة ثانية، كون توقد نار متأججة وتؤخذ وتطرح فيها، هذا أسهل عليك من أن تعود في الكفر. هذا دليل على الإيمان، الذي يبلغ هذه المرتبة هذا دليل على إيمانه. فالذي يكره المعاصي ويكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار هذا دليل على إيمان. أما الإنسان الذي تساهل في المعاصي وتساهل في الكفر والكفرة تساهل في شأنهم، هذا دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. ولا هذه علامات ما أحد يتمكن من تغييرها أو تبديلها، علامات ثابتة. من كان يدعي محبة الله، من كان يدعي الإيمان، فهذه البراهين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر، يعني في الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني تساوى عنده أنه يلقى في نار فتأجج أو يعود في الكفر، فهذا دليل على إيمانه. أما الإنسان اللي كل واحد عنده يقول بلسانه أنه مؤمن وأنه يحب الله ورسوله وأنه كذا وكذا، لكنه ما يفرق بين الناس بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، الناس عنده سواء، بل إنما يحب من بيده مادة وطمع من مطامع الدنيا، ولو كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، أو كان لا يصلي، أو كان لا يعرف المساجد، لكنه يحبه لأن بيده طمع من مطامع الدنيا، هذا ما هو من الإيمان، هذا مخالف للإيمان. أين الإيمان؟ الواجب على المؤمن أن يدور مع الإيمان حيثما دار. هذه علامة الإيمان الصادق، وهذه محبة الله سبحانه وتعالى. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. علامات واضحة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني ولاية الله اللي هي محبته لا تنال إلا بهذه الأمور: أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد، يقول رضي الله عنه، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني لو كان الإنسان يصوم ويصلي ويكثر لكنه ما يجد في قلبه محبة الأمور الثلاثة: الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله، هذا ولو صام ولو صلى وهو فاقد لهذه الثلاثة هذا ما ينفع شيء. ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه، لأنه هو العبرة بالمظاهر والأعمال الظاهرة، العبرة بما في القلوب، بأعمال القلوب مع الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة لا بد منها، ولكن الأعمال الظاهرة وحدها لا تكفي، كما أن أعمال القلوب وحدها لا تكفي، لا بد من الأمرين.
لابد من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ولو كثرت صلاته وصومه لن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. صارت عامة يعني أكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، والله من أعطاك شيء من الدنيا أحببته، ومن منعك شيء أبغضته. من أعطاك شيء من الدنيا أحببته ولو كان عدوا لله، ومن منعك شيئا من الدنيا أبغضته، أو كان فقيرا ما عندي شيء أبغضته ولو كان وليا لله، هذا لا يجدي على أهله شيئا ولو كانوا يصومون ويصلون في الظاهر. لأن العبرة مع الأعمال الظاهرة، العبرة أيضا بأعمال القلوب ومقاصد القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم كما في الحديث، وإنما لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب والأعمال. أما الصور، كون الإنسان وسيم جسيم حسن المنظر حسن الثياب أو عنده أموال الدنيا، هذا لا يساوي عند الله شيئا. الله إنما ينظر إلى الأعمال وإلى القلوب، الأعمال الصالحة والقلوب الطيبة. أما قضية المنظر الظاهر والأموال، هذه متاع زائل، هذه ما تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا ورد في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ أشعث أغبر، ما عليه مظهر ولا عليه، لكنه ولي لله سبحانه وتعالى. لو أقسم على الله، لو حلف على الله، لأبر الله بقسمه، لأن الله يحبه. ما هي العبرة بالمظهر، العبرة بالقلوب والأعمال الصالحة، والحب في الله والبغض في الله، هذا المدار. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا خرج من بلد إلى بلد أخرى يقصد زيارة أخي له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا من الملائكة، يعني على طريقه، جلس الملك على طريقه، فلما مر قال له: إلى أين تريد؟ أسأله. قال: أريد البلد الفلاني. قال: لماذا؟ ما قصدك؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في الله. قال له: هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني هل كان إنه مسجد لك معروف؟ فأعلم معك جميل، تبي تروح تزوره من أجله؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه علامة الإيمان والمحبة في الله والبغض في الله عز وجل. فالإنسان يحب المؤمنين ولو كانوا في أقصى الدنيا، ما هم من أهل بلده ولا من جماعته، ولو كانوا أبعد الناس عنه، ما هم بإخوانه ولا أولاده ولا بني عمه. فالذي يجمع بين المؤمنين هو الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من جهة الخلقة كلكم سواء، ما فيه مزية. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الشعوب وهذه القبائل وهذه الأسر وهذه الأنساب إنما هي من أجل التعارف فقط، ولكن التقدم عند الله ليس بالأنساب ولا بالأسر ولا بالشعوب،
تقدم عند الله بشيء واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير، فأكرم الخلق عند الله هو التقي، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان ملكا أو صعلوكا، إن الله عليم خبير. فميزان العباد الذي يقومون به هو التقوى، أما الأمور الأخرى من الأنساب والأموال والجنسيات فهذه مطرحة لا قيمة لها، هي لها قيمة مؤقتة، لها قيمة مؤقتة، لكن القيمة الثابتة والنافعة هي التقوى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من مقتضى محبة الله ومحبة أوليائه أنك تفرح لفرحهم وتهتم لهمهم وتحزن لحزنهم. أما الذي هو على العكس، هو على العكس، إنما يفرح بطمع الدنيا، فهذا لا قيمة له، وفرح بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أو يفرح بالجاه والسلطان والفخفقة الظاهرة، هذه كلها تزول ولا يبقى منها شيء. راح ملوك وسلاطين وراح دول ذهبت وانقرضت، ولم يبق معهم في حسابهم إلا الأعمال، أبدا ما بقي معهم إلا الأعمال. فالحاصل أن الحب في الله والبغض في الله عليهما مدار عظيم، وقد غفل كثير من الناس عنهما اليوم، بحيث صار الميزان عند الناس هو ميزان المال والجاه والسلطان، دون نظر إلى دينه وإلى عقيدته وإلى قربه من الله عز وجل، إلا من شاء الله. فالواجب علينا أن نحيي هذا الأصل، وأن نعرف هذا الأصل، وأن نعمل به، لأنه هو الباقي، وما سواه يفنى ويضمحل، والله المستعان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،